باش نحصلوا على واحد الجوده ديال التمر ديالنا فلازم ما نقوموا بهذه العمليه ديال التغطيه ديالو. اذا التغطيه ديال التمر كنقوموا بها يعني في البدايه ديال شهر يوليوز وقبل النضج ديال التمر. واش كنستعملوا باش نغطيو هذا التمر؟ هذا كاين واحد الناموسيات اللي كيكونوا تضمنوا لنا التهويه ديال التمر، وكذلك تحافظوا لنا على التمر ديالنا من الامطار ومن الافات تاع الطيور وكذلك الحشرات.